فقلنا في هالمرحلة من حياتك شو هو الشيء اللي تحتاجه أكثر من أي شيء ثاني في حياتك؟ قلت لي الصبر. ليش؟ من لما خلصت الجامعة أو لا حتى من لما خلصت وأنا بالمدرسة كنت بطلع حياتي وأنا بالجامعة، مش قاعد بعيش وأنا بالمدرسة. لما وصلت الجامعة صرت طلع حياتي وأنا بشتغل، مش عم بعيش وأنا بالجامعة، دائما عندي مشكلة، مش عم بقدر أعيش الفترة اللي أنا فيها، بطلع لقدامي كثير. فبالآخر اكتشفت إنه الحل الصبر، لأنه أنا ليش عنيد وبدي صبر؟ يعني الثنتين هم جواب الجهتين، لأنه دائما ما بعرف أقعد، دائما بدي أفكر، دائما بكتب، دائما بخطط، دائما بتوقع سيناريوهات لأي إشي بدي يصير، دائما في براسي شغل 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 شغل، فمستحيل تعمل كل إشي فجأة، بس لازم أهدى شوية حالي. فأعتقد إنه لازم نصبر كثير وأبطل عنيد في الأشياء تاعتي، لأني مرات بزعل اللي حوالي، بس هم بيكونوا عارفين أنا مش قصدي، هو أنا باي ديفولت هيك جاي، يعني فهمت كيف؟ فهي أعتقد.